مشاهدينا اهلا بكم في عدد جديد من فقره ترند الوطنيه، واللي رايحين سلطوا فيها الضوء على ابرز ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام يوتيوب وحتى تويتر. نبدا مع حدث اللي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو خروج ملكه جمال العرب الجزائريه سمره، وان اكدت خبر طلاقها من زوجها ابو جبل حارس المنتخب المصري، اين نشرت عبر ستوري انستغرام الرسمي تاعها رساله وضحت فيها المعلومه. نروح نشوفوا ستوري وبعض الاراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي. في تعليق الاول لنبيلة واش دخلنا تحياتهم، وفي تعليق اخر لحسن شوف البراني واش يدير، وفي تعليق الاخير لام اياد ضربوهم بعين. نروحوا لجملة من النصائح التوعوية اللي قدمها مواطن الجزائري وجهها للسائقين بعدم رمي مخلفات سجائرهم في الشارع. خلونا نشوفوا مع بعض هذا الفيديو مشاهدينا. السلام عليكم ناسنا وحبابنا، صحة فطوركم. بون راني في لوطوروت حابين ندير هذا الفيديو، راني حبس باش درتو باش ما يبقاوش الناس يهضروا في لي كومونتير ويلوموني. بون ليسونسيال حبيت نحكي على الظاهرة تاع رانا نتمشاو في لوطوروت وتسيب الناس تلوح الدخان من الطاقة، ما دير احتياط للناس اللي موراها ما والو. حبيبي عندك صندري في الطوموبيل سينو شري صندري وطفي دخانك في الطوموبيل حبيبي، ما تلوحوش برا باسكو قادر كاين طوموبيلات لي قدم، كاين طوموبيل لي تمشي بسيرغاز، كاين لي سا ديبون كل واحد والظروف تاعو. ليسونسيال ماهيش سلوك حضاري هذه باش تروح تلوح الدخان من الطوموبيل. ومن بعد هذا الفيديو جات تعليقات كالتالي. التعليق الاول يقول انعدام التربيه والاخلاق لا يهدينا ويصلح حالنا واحوالنا. واحمد علق راهم يرموا اغلب الاشياء من المفروض العقبه تجي من حاجه صغيره وطلع. وفي تعليق الاخير لحمزه حقيقه الامر يزعجني بزاف ماشي غير الدخان، اوراق قرعه تاع الماء ربي يهديكم. وفي فيديو اخر بكاليتوس لاصحاب الحافلات وهم يتسارعون على من يصل الاول. يلا هنشوفوا هذا الفيديو مشاهدينا وكيفاش علقوا وتفاعلوا معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي. في التعليق الاول يقول من بكري وفي كل ربوع الوطن، وبلا القان ناس جهلت رزق على الله والخدمه تخلص واللي يربح العام طويل. وفي تعليق الاخير لهبه لو كان جات غير في رمضان نقولوا بلاك غلبهم رمضان، بصح على العام هكذا ربي يهديهم الرزق ربي اللي يعطيه ماشي حتى يتسبقوا كل واحد وقسمته، قادر تكون لحقه الاخير وتربح على الاول. وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم كثير من الجزائريين يشتهون المأكولات ومن المقبلات اللي مولع بها الشارع الجزائري إلا وهو طبق البوراك، وهي صور اللي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شاف يصنع أكبر بوراكة في ولاية عنابة، روحوا شوفوا التعليق. في التعليق الأول لميهار تقول الله يبارك زيدوا ديرولنا بير ولا بتيات تاع شربة شراها مليون كيفاه جاتو السومة، وهذا ماشي غلبو رمضان هذا راه مرمدو رمضان. وعساد قال تاكلها بمليون الداوي بمئة مليون. وفي آخر تعليق ليحيى لي شراها بمليون وميتين وش حز زعما كي تفكر السومة. ومن أكبر بوركة في عنابة إلى أكبر زلابية بجيجل، خلونا نشوفوا مع بعض هاد الصورة وكيفاش كانت التعليقات. المهم بركة بنت والزيت مع لبناش. وفي تعليق آخر مازال أكبر قلب اللوز وأكبر زلابية، هو مكان لعبادة الله الواحد الأحد مكة المكرمة أو الحرم المكي، مشاجرة حدثت بالأيدي بين شخصين محتمرين، كما حاول المحتمرين المتابعين للحدث فض الاشتباك بينهما. أترك لكم هذا الفيديو.
لقي الفيديو تفاعل وانتقادات للمحتمرين الذين قاما بالشجار في بيت الله وفي شهر رمضان الكريم، كما علقت بشرى: حسبنا الله نعم الوكيل، الكثير منا يتمنى أن يؤدي العمرة في رمضان لتطهير القلوب والتسامح لا الخصام. وفي تعليق آخر: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، لم يحترم حرمة المكان ولا حرمة الشهر ولا حرمة الصيام، مدى حصل للبشر قلوبهم ماتت وتحجرت، أصبح كل ما في قلوبهم الدنيا فقط، معقول إنسان يوصل لبيت الله ثم يفعل هذا الفعل؟ أين الاحترام قدسية المكان؟ هذا بيت الله الأعظم، الكعبة المشرفة. وجاء تعليق آخر: حسبنا الله ونعم الوكيل، لوصلة الجدال والمشاكل الحرم المكي وأيضا في أيام المباركة وشهر الفضيل. وفي تعليق الأخير: هذه قلة تربية ودين، في هذا المكان فيه وقت للمشاجرة بدل ما تدعي لربنا يصلح حالك. وبهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام تراند الوطنية، ما بقى غير نقول لكم صحة فطوركم، إلى اللقاء.